احمد احنا هنكتب كاتب الكتاب بكره. قلت له نعم. فاجئته بقى فاجئته. ده بجد؟ حالة هتسافر ورشا هتسافر بعد بكره ولازم نكتب الكتاب قبل ما يسافروا. هنكتب الكتاب بكره في البيت عند ابوه. الشنطة من شنطتك عشان تاخدها وقت ما انت عايز وتسيبها وقت ما انت عايز. لو سمحت فهمني ايه اللي بيحصل. زي ما سمعتي بالظبط.